أعلن صفوت مسلم رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران أعلن التعاقد على ضم 45 طائرة جديدة من أحدث الطرازات العالمية للأسطول في صفقة هي الأكبر في تاريخ الشركة تقدر بحوالي 6 مليارات دولار، ذلك في إطار خطة الشركة الوطنية لتحديث أسطولها. جاء ذلك خلال مشاركة الشركة في معرض دبي اير شو، أحد أهم الفعاليات العالمية في مجال صناعة النقل الجوي. وأضاف مسلم أن الشركة تمكنت على مدار هاتين الدورتين للمعرض من عقد أحدث صفقاتها لتحديث الأسطول، كما تعاقدت العام الماضي مع شركة بوينغ العالمية، وذلك على شراء 9 طائرات التي من المنتظر وصول الطائرة التاسعة منها في ديسمبر المقبل. كما استمرت الشركة في عقد صفقاتها هذا العام مع كبرى الشركات العالمية المصنعة للطائرات.